القانون الإطار 99-12 اللي هو بمثابة ميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والقانون 28-00 اللي كتعلق بتدبير النفايات هو الإطار المرجعيات القانونية والتوجهات الاستراتيجية لبلادنا في مجال تدبير هذه النفايات المنزلية. طبعا احنا قمنا استدركنا الدروس ديال الماضي ودروس البرنامج الوطني للنفايات المنزليه اللي قدمناها في هذه القبه الموقره، قمنا بصياغه رؤيه جديده لتدبير مندمج ومستدام لهذه النفايات، لا سيما الاخطار اللي مرتبطه بالليكسيفيا اللي هو الرشيح او العصاره ديال النفايات. هذه الرؤيه الجديده كترتكز على شقين، الشق الاول هو طبعا اعداد المشروع القانون اللي غيتمم 28-00، قمنا بمجموعه من التعديلات فيه، اولا تعزيز الجوانب المرتبطه بتطوير تقنيات تثمين النفايات، ترسيخ مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج ديال النفايات، وتعزيز آلية الحكامة، آلية حكامة تدبير النفايات، خصوصا أنه الجماعات الترابية عندها واحد الدور جد مهم، واعتماد مبدأ العدالة التصالحية من خلال سلوك مسطرة الصلح كإجراء بديل وقبلي. فهذا القانون، هذا مشروع القانون، حنا على الأمانة العامة للحكومة، وتم نشره على البوابة الإلكترونية باش نستقطبوا الآراء والملاحظات ديال العموم، والوزارة كتواصل طبعا موازنة مع ذلك لاستكمال الدراسات ديالو وتعميق النقاش مع كل فاعلين اللي مشغلين في هذا القطاع، وايضا بتنسيق مع طبعا الامانه العامه للحكومه والقطاعات الوزاريه المعنيه خصوصا وزاره الداخليه.